ازيك شباب؟ معاكم حلقة جينا مع ايس تيوب جينا عشان نلعب لعبة بابجي مع بومب. ازيك يا بومب؟ عامل ايه؟ ازيك يا ايسي؟ انا تمام الحمد لله. بص بقى، الجيم النهاردة هيكون نار 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 نار. يلا بينا، انا مستني. بص، انت بس هتحدد لنا الوضع ايه اللي هو المباراة سريعة، صح كده؟ هنخش على مباراة سريعة. بص شباب، هنلعب المباراة اللي هي 8 دقايق بإذن الله. أول جيم وتاني جيم مش هنحاول، لا بإذن الله هنطلع الأول. ماشي يا بومبو؟ ده لازم نخش بإذن الله. جيمين كمان؟ يا عم جيمين. إيه أنت بتتهزر؟ أنت جامد جدا، أنا عاجبني جدا. إحنا هنخش نظبط العيال، بس حلوة العصفورة وتقف على كتفك دي. عايز واحدة يا عم تقف على كتفك. بتاعتي بعد إذنك كده، بس شوية هاتها، دي بتاعتي، بتخبيها ليه؟ بس طب لف الشخصية، استنى كده. أهو فرى ظهرك هنا أهو. ده صقر يا جدعان. أيوه. أنا فكرت والله عصفورة. ما خليك زي ما أنت يا بومبو مع نفسك. عايش حياتك. شباب بقى، عايزين بقى نوصل الفيديو ده 10,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا وبتحب بابجي، اتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناه. ويلا بومبو، استعداد بقى بسرعه سريعه سريعه، ما عندناش وقت يا ابني. يلا بينا. انا عايز اخش افنش. ايه هتنزل فين؟ 27 واحد وسكواد كلهم. اوبا، ايه المكان ده؟ هننزل ازاي؟ استنى بس، ده نص. اوه تعال روح المستودعات الحاويات. يلا استنى سريع سريع، ده انا بموت فيها يا راجل. ننزل بقى على طول ونجيب لنا كده كلات محترمه. والله كويس، في واحد بيفهم دخل معانا سكوربيون ده. بس في واحد تاني ماشي مع نفسه. ده شكله في الطياره نايم لسه. لا ده فاق وجاي اهو. ماشي، سمي نفسه مافيا. حلو قوي اللي فاق وجاي. مافيا مافيا. يلا بقى انزل هنا هتظبط نفسك، بس خد بالك هيبقى معانا ناس كتير هنا في المكان ده. يعني انا والناس اللي عارفوا يعيشوا اساسا مش هيلحقوا ان شاء الله. احنا انت منزلنا على طول، ان شاء الله نلحق على طول. يلا 416. يلا لون تصري. في ناس نازل. ده الورا اللي معانا. حلو، رقم 3. انا مستغرب مفيش ولا واحد نزل، حاجه غريبه. محدش يستجر يجي الناحيه دي على فكره. ايه الجبنه؟ انا عم نظبط بقى اسلحه وشوت جرنات ونعيش حياتنا احنا. بس صدق الماب هنا كلها شوت جرنات هنا ولا ايه؟ لا ازاي 416 عايز عندك يا سوسه؟ لا لسه انا ما شفتش، بس بيتر حاجه يا عم. اجيب لك واحد، تعال. انا جبت شنطه 3. لا شكرا، شكرا ليك يا نوتي. وجبت هيد 3. ويا سلام سنايبر يا راجل. هيد 3 يا دلع يا دلع، ومظبط نفسك انت. اوه هات بقى نبدل ده بده. حلو قوي ده. عندي بقول لك معاك سكوب انت عشان الزون. لا ما تقلقش، بقول لك معاك سكوب انت. في واحد سامع الضرب. ده بعيد قوي. جبان، انت عارف لو جه عندنا نظبطه. لا ما جبتش الشست لسه. ايوه والشست الحلوه. سلام، وانا هيد 2 يا زعيم. الولد رقم 4 عمال يصوت. طب احنا نروح ننقذه ازاي؟ قاعد مكمبر ويقول لي النجده النجده. تصدق عنده حق. اوه هرس ناقص ليه يا عم؟ نطيت جنب اسطوري والله. على ما ناقص النقصه دي كلها. اجري يا ابو الاسايسي. حدوته يا عم. حدوته ايه يا عم؟ حدوته خلاص انتهت، هنهيها انا دلوقتي. هتكون النهايه على ايد ابو الاسايس. لا ما تقولش كده، تعالى انت جامد جدا. عمال نتكلم احنا كتير وما عملناش اي بطيخ. مين بيضربوا على بعض؟ عشان كده كان رقم 4 عمال يصوت. عايزنا نيجي معاه. بص اللي معاه سنايبر ده عايش حياته ده. لان انا اخش انا في السريع راح افنش. فين العيال دي؟ تعال السنايبر ده هنجيبه هوا. انا مش سامع حد في البيوت اللي عندكم دي. بص انا قاعد، بص في نص الطريق. ما شفتش كتكوت. انت ريت حد من في دروب عندي كمان قريب. يا سلام. انا في ناس عندي. في واحد دخل لكم البيت يا ايسي، حاسب. تعالى لي. طيب جاي اجري عليك. انتوا فرحين بس اتلوتوا. لا لا جاي لك هوا. يلا يا حدوته بسرعه. حدوته خلصت يا عم. يلا بينا. بقول لك تقدر تروح للدروب؟ هيبقى صعب بالنسبه لك. حابب تروح للدروب؟ يلا بينا. والله يا عيني لما انا مظبطين جامد بيفهموا شويه. شويات. معايا في حد ورانا. يا سوسه معايا سكوب 8 لو عايز. استنى. حلو قوي. خليه، لا خليه دلوقتي لغايه ما الاقي الاقي سنايبر كمان اهو. بتاع السنايبر هناك اهو بيجري في الشباك. شوف السوسه حدف عليها قنبله. بيضربني بالسنايبر. هوا ماشي. انا بقول لك خلي بالك يا حدوته بقى. ماشي امسك نفسك. لا تقلق. واحد جه من ورايا. يا غدار. اوعى يجيبك، اوعى يجيبك الغدار ده. اخدني على غدره المفتري.
بقول لك عازف عنده قنبله دخان وهيله. اوكي لا انا بحاول انقذه بشكل تاني. عيش حياتك وانا هحتفل. انا شفته وانا هحتفل لك قنبله على السريع. اوه ضربني واحد تاني من هنا عشان كده انا بقول لك. واحد جاي من على الشمال. عاش ايس. عاش ايه يا عم؟ شنا يا عم. ده واحد تاني دلوقتي معانا في التيم. حلو لسه عايش صح؟ اه ما ترجع ورا يا حدوته شويه. جاي لكم بس في واحد بيضرب عليا من الجنب فانتوا عشان تلحقوا تجيبوه. مات اللي معانا. تعال ارجع ورا ارجع ورا. احنا في الزوم بالظبط. استنى عشان في واحد عندي جابني. مش مشكله مش مشكله. هو واقف في الزاوية بالظبط. اهو يا ايس. ايوه خلي صاحبه يجيله بقى ينفعه. ده جاي يكشف مكانكو عشان يقول لصاحبه. الدروب وقع تاني. الدروب قدامي على طول. بص انت في منطقة تمام بس خلي بالك من اللي ايوه حواليك. اه شفت الولد. طب ماشي. عاش يا ايس. عاش. شوف بيعمل ازاي الجبان. عاش يا ايسي. انا سامع صوت رجليه مش عارف ده زميلي ولا واحد تاني. ده زميلك. لا ده زميلك. اه هو شفت. ده هو آه. ده شفت حدوته. شفت شوف ما اعرف اصل ازاي. تعال انا صغير. عاش يا ايسي. استنى يا عم نعمله سقفه كده وتحيه كبيره. بص راح لوت جدا. الله اعمل لك برضه احنا قلوب بنحبك. خش جيم تاني يا أيوة. حدوته. لا جود جيم. بص يا ولا بيرقص. اديله اديله. بقول لك بس الولد الاخير ده كنت عايز افنشه بالحله والله. ايه رايك؟ اقتله بالحله. اه والله بالحله. تك 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 تك. بس المحظوظ ما جاتش معاه. يلا حظه حلو. بس كان قاعد متكهرب. ايه ده يعني مش هتنزل معانا ليه؟ براحتهم يا عم. بس انت نزلتنا نزلتنا المره اللي فاتت الحبايات وكان مكان حلو. حسب بقى انت وحظك بقى يا بوم. اوه ده احنا 8 9 كله طاير على تحت. خليهم يا عم. بس في ناس سبقتنا بقى. ده اللي مش بحبه بصراحه. بس ده مش طبعا. ما يفقدش الامل. ده يخلينا نطلع قدام شويه. بص اخر بيت قدام. اه ما فيهوش حد. تمام. اه انزل على البيت ده. بص باشا كده تمام. يا سلام. اللي معانا في دخلني في البلكونه. استنى عشان في حد نزل معانا تقريبا. هو بس احنا لغايه دلوقتي مسيطرين على الوضع. حلو ماشي. ناخد برضو احنا نظبط. نظبط نفسك. خد شلداتك. خد حركاتك. خد طاقياتك. خد كل حاجه يا عم. متبقاش لك حاجه بقى. في شويه اسلحه هنا زي العنب. استنى شوف فين. اديني اي سلاح من بتوع العنب دول. تعال خد يا عم هنا عندي في اسلحه حلوه. الشنطة بتاعتي بص مليانة. مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. في حد في حد. ماشي يا عم فينه وانا فنشهولك. قول لي بس احداثيات. احداثيات يا بومبو مالكش دعوة. اهو في واحد. جبت اول واحد. عاش يا ايسي. بقول لك في ناس في البيت اللي قدامي ده. اوكي. اهو شفته؟ في حد جاي. يا عم ده اصلا ولا مكبر وحوسته حوسه. راجل محترم دخل جوه عشان الوته. في ناس في الزون. يلا بينا على بتوع الزون دول. سيبك منهم يا عم دول غلابه شكلهم عايزين يفرحوا. لا 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 هيجوا هنا دلوقتي وهيموتوا كلهم ورا بعض. الولد بينط جوه بيخش جوه. دخل جوه البيت. دخل جوه البيت الذكي. اه في واحد تاني من ورا. اه دخل في البيت اللي قدامك في الاصفر ده. على الشمال في حد. تعال سوبر مان. في واحد عندك. في واحد عندك اهو. جبته جبته جبته. اوكي عاش برافو. انا نصي في الزون ونصي بلوت يعني. بص مفيش وقت. يلا عشان نلحق عشان الزون. ماشي افنش بس الولد. تمام
ناخد بس منه سكوب 4. حلو. انا سامع عندك ضرب في كل مكان، ايه اللي بيحصل يا حدوته؟ حاول اجيب لك الاتجاهات كلها. انا عايز اجيب بس قنبلة دخان. فيهم مش لاقي الشباب. تعال نتحرك. ماشي يلا بينا. استنى اخد لي كده على السريع وحذفت قنبلة دخان. اوه المكان ده لبش. المكان مفتوح قوي يا بومبو. مفتوح قوي، مفتوح قوي. احنا هنتفرم، ربنا يستر. لا لا لا، خير خير. اوه واحد بيضرب عليا سنايبر، بيضرب عليا بسنايبر. اه شفت واحد. واحد لقطه بسنايبر. شايس. استنى بس، فين مكان العيال؟ عاش اهو، مات. المشكله في اللي بيضرب من بعيد ده. ابو سنايبر ده هيبهدلنا، هيبهدلنا. انا عارف ده هيفرمنا. ده في البيت، قاعد جوه البيت كمان يا حلاوه. بس مفيش مشكله، هم فاضل اتنين بس، يعني احنا وهما. يا راجل. ايوه شفت الاتجاه بتاعهم 195. طب انا بص حجر واستخبى ورا الصخره. ماشي اوكي، وانا هخش من الجنب التاني اللي على الشمال. ده هما كده يشوفوني ولا لا؟ هو عامل ايه ده؟ هما لازم يجوا عشان خاطر الزون. خلينا هنا يا ايسي، احنا هنجيبهم على فكره. انت في مكانك الزون هتقفل عندك. انا شفت واحد. ماشي شفت واحد تمام. اوكي ايوه، وانا نايم لهم على الطريق، هيظهروا غصب عنهم. انا لازم نتحرك دلوقتي. هشوف بيضرب عليا ازاي، شوف بيضرب عليا ازاي. ولا احترم نفسك. هتفتح لكم بقى هيظهر هنا عشان الزون. عاش يا ايسي. هرمي قنبلة دخان ناحيتهم. اوكي ماشي ماشي ماشي. اه ضرب اللي معايا ومش هيبقى شايفني. اه شفت. خليه يضرب، خليه يضرب. عاش يا ايسي. هو كده قنبلة واحدة وعارف اتجاهي. ايوه ايوه. وانا معيش هيلث. ماشي خلاص، انا هخش عليهم، هبقى انا الانتقامي بتاعك يا ايسي، وانت ايه اغدر بيهم على طول. هو واحد بس، اخر واحد. يلا بينا. هو مستخبي ورا هنا. هخش عليه وانت ركز معايا. اوكي شايفني؟ ايوه شايفك شايفك، ربنا يستر يا بوب. يلا متقلقش. اهو اهو اهو. مش شايفه، مش شايفه، مش شايفه في وسط الزرع. ورا القش ده على طول. معاك قنبله؟ مش معايا قنابل لا المحظوظ. طب ركز بس، هو هيظهر لك دلوقتي. هو ورا القشايه دي بالظبط اللي أيوة. في وشك دي على اليمين. ايوه حاسس القنبله. دم على الارض. يا سلام، سلام عليك. برافو عليك والله. الولد مفكر نفسه ذكي. شوف بيحذف القنبله وانا عارف اللي هو هيطلع. لا وما نامش كمان. استنى يا عم نعمل له السقفه. استنى لا 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 لا، كنت اسمع ان السقفه طلعت مننا على البحر. برافو عليك. لا برافو عليك. جود جيم، جود جيم يا شباب. يلا يا بومبو نوصل الفيديو ده كام لايك يا بومبو؟ 20,000 لايك. لا يا شباب اسمع، نوصلها 10,000 لايك ولو انت لسه جديد معانا. اتمنى منك تشترك معانا في القناه واشوفكم مره جايه في فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج. يلا سلام.